بسم الآب والابن والروح القدس الإله واحد أمين. محبة كبيرة بنلاقيها دايما لما بنيجي هنا في الكنيسة، و دايما كنيسة مارجرجس أبو طاقية دايما محتضنانا. يعني احنا تعبنا الآباء، كان في كورس كده هو كان سيدنا الأنبا أنجيلوس كان عامله للآباء، فكانوا بمحبة بيحتضنونا وكانوا محتملين يعني، واستفادنا واخدنا بركة كبيرة. فيعني يبختيكم بالآباء يعني، وأبونا يعقوب يعني ربنا يديله البركة والنعمة، ودايما بنتعلم منه حاجات كتيرة. حاجة حلوة ان اخد بركتكم في النهضة الجميلة ديت، وبنلاقي ان النهضة ان احنا بننهض، ان احنا بنقوم من خطيتنا بالتوبة علشان نوصل للمسيح. فبنلاقي العنوان بتاع نهضة بيتكلم عن اسندني فأخلص، والموضوع دوت مليان بالروحيات ومليان بالتأملات كتيرة، اللي فيه طلبة ورجاء وفيه رحمة من الله. شفنا اللي حضر امبارح كويس، كانوا الموضوع كان بيتكلم عن الله الراعي وخلاصه ورعايته لينا، وشفنا ازاي بيرعانا رب المجد يسوع، وازاي ان في مثال اللي احنا بنشوفه والمشهد الحلو لما بنيجي نفتح كده في انجيل معلمنا لوقا اصحاح 15، نلاقي ان في الاول خالص بيكلمنا على الراعي الصالح، وازاي ان الراعي الصالح كان بيجري علشان يلحق الخروف الضال، ساب 99 وراح يلحق الخروف الضال. وكان بلطفه وبحنانه شفنا مشهد جميل جدا لما الراعي الصالح شال الخروف على ايه؟ من كبيه. وده رمز الايه؟ رمز الايه؟ الرعاية، ورمز للصليب. رمز للصليب، المسيح على الصليب راح ايه؟ شال ايه؟ خطايانا، وبصليبه كويس سندنا ورفعنا، زي ما احنا ما هنشوف النهاردة في مشهد حلو كده هوت هنتكلم عليه. ونلاقي كده في انجيل معلمنا لوقا اصحاح 15 آية 5 بيكلمنا ويقول لنا: وإذ وجده يضعه على منكبيه فرحا. النهاردة هنتكلم عن مشهد موجود في انجيل معلمنا يوحنا اصحاح 8، بيتكلم على المرأة الزانية اللي امسكت في ذات الفعل. بس قبل ما نخش في الموضوع دوت وفي القصة ديت ونتأمل فيها، عايزين نتكلم عن التوبة، وحابب ان انا ادي كده عنوان لموضوع النهاردة. العنوان يعني هو طويل شوية، بيقول ايه؟ الله المحب هو اله حنان واله غفران. الله المحب هو اله حنان واله غفران، وهنشوف الكلام دوت لما نيجي نتأمل في المشهد اللي هنشوفه النهاردة. أول حاجة عايزين نتكلم عليها، عايزين نتكلم عن التوبة. ولما نيجي نتكلم عن التوبة نحط في بالنا إن السقوط في الخطية هي وليد الضعف، مش ناتج عن العند، لكن هو ضعف طبيعتنا البشرية هو اللي بيخلينا نقع في الخطية. غير المشهد اللي احنا بنشوفه مع فرعون، كان عنيد مع ربنا، عنيد مع شعب ربنا،
والإنسان العنيد عرفنا إن هو نهايته بتبقى إيه؟ إن هو بيغرق وبيهلك. لكن لما نيجي نشوف من ناحية تانية الإنسان الخاطي اللي بيتوب وبيرمي نفسه تحت رجلين المسيح وبيدي نفسه الضعيفة لربنا ويقول له كده هوت أنا ضعيف أنا مش هقدر أعمل حاجة لكن بيك أنت يا رب هقدر إن أنا أقوم لأن أنت قلت قوتي في الضعف تمام تكمل ويكون كلامه كله خضوع ويكون السجود كلام بيوصل لربنا وعشان كده نلاقي لما نيجي نحضر القداديس كده هوت في الصيام نلاقي كده هوت في رفع بخور نلاقي ايه كلينو من تغناطة يعني نسجد ونحني ركبنا فالسجود دوت هو كلام بيوصل لربنا ان احنا بنخضع ليك يا رب احنا الضعفة وبنرمي خطايانا وفكرنا القديم العتيق المتعب اللي بيبعدنا عنك وعايزين نقوم معاك بفكر جديد فكر يبقى مليان بالنور مش بالضلمة في قول كده كان جميل لأب من الرهبان بيقول لنا كده حينما تكلم الإنسان قبلا كانت كلمات وعودا وعهودا ولكن الخطية قد أذابت تلك الوعود وطرحت النفس عارية في خزي وألم في محضر الله هنا كان بيتكلم عن مين عن آدم بيتكلم عن مين إيه اللي حصل كان في عهد ما بين آدم الإنسان الأول وما بين الله لكن الإنسان كسر العهد دوت فكان نتيجة كسر العهد دوت كان إيه إن اتطرد من الجنة وكمان إن هو اتعرى وإن هو اتحرم إن هو يبقى في محضر ربنا ويكلم لنا كده هو القول يقول وطرحت النفس عارية في خزي وألم في محضر الله ولم يتبقى لذلك الإنسان إلا أن يرفع عينه للسماء دايما يرفع عينه للسماء لأن السماء دية المسكن الأصلي لينا مسكن الأصلي لينا وفي الآخر خالص هنوصل وهنبقى في السماء مكاننا الأصل فيقول كده أعين تمتزج فيها حيرة وندم مع شوق نحن نوصل عايزين عندنا شوق ان احنا نوصل للسماء وتبقى نظراته التي يرسلها الى الأعالي هي صلاة صامتة وتعكس حالته وحيرته ورجائه في ناس كده هو تبقى واقفة سكتة لكن بصة فين السماء ونلاقي عينيها بتتكلم عينيها بتنزل دموع الدموع ديت مش مجرد دموع وخلاص لا دي كلام بيوصل لربنا دمعة الإنسان غالية عند ربنا ويقول لنا كده هو في أخبار الأيام الثانية صح 20 ونحن لا نعلم ماذا نعمل ولكن نحوك أعينا فبنلاقي أن ربنا قدام النفس اللي هي عايزة أن هي تقوم من الخطية والتوب ومش قادرة ربنا بيشدد ضعفها وربنا يقويها ويديها قوة علشان القلب المقصور دوت ان هو يفرح ويقوم نلاقي ان ربنا بيدي للانسان التايب محبة واحتواء وغفران فالله لا يحتمل قلبا منسحقا وعينا منكسرة وعبرات متساقطة في الرجاء التوبة هي مش حالة حزن بلا رجاء لا
هي حالة انفتاح العين، انفتاح عين التايب لحقيقة الحياة اللي بتشوف فيها النفس، بتشوف الحق والباطل، ومن خلال التوبة النفس تبصر النور والظلمة زي ما احنا ما قلنا. قديس بولس الرسول يتكلم عن الحزن المبهج دوت ويقول الحزن الذي بحسب مشيئة الله الذي ينشئ توبة لخلاص بلا ندامة. فالتوبة الحقيقية ما فيهاش ندامة، فيها فرح، فيها نور، فيها قلب مرفوع لربنا فرحان. وبنلاقي في اختلاف ما بين الحزن الناتج عن الخطية والحزن اللي هو الحزن المسيحي اللي هو حسب مشيئة الله. الحزن الناتج عن الخطية هو حزن مليان بالقلق، ما فيهوش سلام. لكن الحزن اللي هو حسب مشيئة الله هو مليان بالسلام وثقة في الله اللي هو هيديني الغفران وهيشدني ويسندني ويديني الخلاص. في كتاب اسمه سر عطية الدموع في الشرق المسيحي، في الكتاب دوت قول كده هو بيقول ان الحزن المسيحي لا يقلق لانه لا يكون فيه يأس. فدايما المسيحي عنده ثقة ورجاء في ربنا، ما عندوش يأس. التوبة بنلاقيها النية بتحولنا من حالة صعبة لحالة بتقربنا لربنا، وبتهيئ نفوسنا لان احنا نقبل المسيح. ودوت اللي هيخلينا ان احنا نروح ونشوف المشهد اللي بنتكلم عليه النهاردة في انجيل معلمنا يوحنا اصحاح 8 من آية 1 لآية 11. كل واحد في البيت لما يروح كده يفتح الكتاب المقدس في انجيل معلمنا يوحنا صح ايه؟ صح كام؟ من ايه؟ لا يحضرش. هنتكلم عليه دلوقتي. في المشهد دوت بنلاقي السيد المسيح في يوم كان الصبح، وكان ربنا يسوع بيعلم في الهيكل، وكان في جموع كتيره حواليه كالعاده. لكن فجاه لقى في مجموعه من الكتبة والفريسيين رايحين عند المسيح، وهم مليانين بالغضب ومعاهم ناس كتيرة. ولما وصلوا عند المسيح نلاقيهم رموا فتاة بنت قدام المسيح على الأرض. والفتاة ديت كانت شابة صغيرة، لكن وشها كان مليان بالخوف، مليان بالإهانة وبالهوان، مليان بالدموع. كان الفتاة ديت كانت مليانة بالرعب، وكانت مستنية لحظة الحكم عليها. هي خلاص اتمسكت في الخطية في الزنا، فكان الحكم عليها ان هي تترجم، فهي رموها عند المسيح علشان يحكم عليها بالموت. فهي خلاص هي مستنية الحكم. فبنلاقي ان الكتب والفريسيين ابتدوا ان هم يرموا بالاتهامات على المرأة ديت، قلب مليان قسوة وقلب جامد، وكانوا بيستخدموا كلام الناموس، كلام موسى النبي، وكانوا بيتكلموا عن الخطية وعن الزنا وحكم الناموس على الزواني ان هي لازم أن تترجم. الناس لما ابتدت تلاقي الصوت عالي كده ابتدوا ان هم يتلموا في ايه بيحصل ايه، وابتدوا يشوفوا
المرأة مرمية على الأرض وهي متهنة. كان في مجموعتين، مجموعة كانت المرأة دي صعبانة عليهم، لكن كانوا خايفين من جبروت وسلطان الكتبة والفريسيين ومش قادرين ان هم يعملوا لها حاجة. وفي مجموعة تانية كانوا مع الكتبة والفريسيين وبيطالبوا بتطبيق الناموس وان هي ترجم، لكن كل الناس والكتبة والفريسيين عينهم كانوا متربصين كده للمسيح، هيقول ايه؟ هيحكم عليها بايه؟ هل هيقف معاها؟ هل هيجي وهيخالف الناموس؟ ولا هيطبق الناموس ويؤمر برجمها؟ عايزين يشوفوا رد فعله ايه. لكن بنلاقي السيد المسيح كان وشه في الارض وكان عايز يقول لهم انا خجلان من اللي انتوا بتعملوه. انتوا جايين تدينوا المرأة ديت؟ هو مين اللي بيدين؟ ربنا هو اللي بيدين. انتوا اخدتوا مكانة ربنا وبتدينوا المرأة ديت؟ في حين ان هم كانوا مليانين بالخطية. طبعا احنا بنلاقي هنا هو ان الكتبة والفريسيين كانوا بيجربوا المسيح زي ما الشيطان كان في الجبل، على الجبل جرب المسيح. بس كان المسيح في موقفين، هل اقف معاها ولا ما اقفش معاها. لو وقف وقال ان هي المرأة دي ترجم، هيبقى كده بيخسر محبة الناس اللي هم بيحبوه وبيمشوا وراه وبيسمعوا كلامه، لان هو كان جاي للضعفة، جاي للخطاة. وعلشان كده نلاقيه قال كده هوت لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، لم آتي لأدعو أبرار بل خطاء إلى التوبة. فنلاقي إن السيد المسيح في حياته كان دايما بينصر وبيقف وبياكل مع الخطاة، لأن هو كان عايز يرفعهم من خطيتهم ويرجعهم ليه. لما نيجي كده نراجع كده هو تلاقي السيد المسيح قابل ثلاث نساء كانوا وقعوا في خطية الزنا. كانوا مين؟ ساكبة الطيب، تمام، والسامرية، واللي احنا بنتكلم عليها الأمسكت في ذات الفعل. وعلشان كده السيد المسيح كان متعاطف مع الخطاة وكان محبوب من الجميع، وكانوا هم حاطين في بالهم ان المسيح دوت هو نصير الغلابة، نصير الضعفة، نصير الناس اللي هم ما عندهمش رجاء. فلو وقف وقال ان المرأة دي ترجم، هيخسر كل الناس وتعاطف الناس الخطاة وهيسبوه. في الناحية التانية لو هو قال ان هي ان هو غفر لها وخلاها تمشي من غير ما يحكم عليها، يبقى هو كده بيكسر الناموس، وهيبتدي الكتبة والفريسيون يقولوا ايه؟ ازاي واحد بيجي بيكلمكم وهو بيكسر الناموس؟ صح؟ ويبتدوا يقوموا الناس عليه. فهو في حيرة، محتاج الموقف لحكمة. فبنلاقي المسيح في الوقت دوت بحكمة عظيمة وبرحمة وبعدل بيتكلم ويقول لهم كده هوت
وقال لهم كده هو من كان منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر. هم خافوا، خافوا من ايه؟ لان هم عارفين ان دايما المسيح كان بيقرا افكارهم، هو فاحص القلوب والكلى، عارف هم بيفكروا في ايه. كان قبل ما هم ما يقولوا كان هو بيرد عليهم على طول، فالكلمه صدمتهم جدا وخلتهم ان هم لا احنا كده ابتدينا ان احنا نخاف ونقلق وهنرجع. نلاقي دايما الانسان لما بيحط نفسه مكان ربنا وبيدين، بنلاقي ان هو اول لما بيدين شخص ما بيستخدمش الرحمة ابدا. وعلشان كده في أخبار الأيام الأولى إصحاح 21 يقول لنا كده إيه؟ دعني أسقط في يد الرب لأن مراحمه كثيرة ولا أسقط في يد إنسان. الوقوع في يد الرب خير من الوقوع في يد البشر. دايما الإنسان ما بيرحمش، اللي يقع تحت إيده معلش في الكلمة يعني أخطيت يفرمه، لكن ربنا تلاقي رحيم جدا، باله طويل طول أناة، عنده مغفرة ملهاش حدود، يبذل نفسه ودمه علشان يرفع الخاطي من الخطية اللي هو فيها. لكن لما نيجي نبص للمرأة والموقف اللي هي كانت فيه كان موقف صعب. نقف كده مع المرأة ديت، نلاقي كل الناس عينيهم عليها، نلاقي الكتبة والفريسيين عينيهم عليها، وكانوا معلش في الكلمة بيقطعوها بنظراتهم، وكان عمل قاسي جدا ولحظة صعبة. في حين ان في الكتاب المقدس لما نيجي نقرأ المحبة تستر كثرة من الخطايا، ويقول لنا كده معلمنا بطرس الرسول في رسالته الاولى، ولكن قبل كل شيء لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة لان المحبة تستر كثرة من الخطية من الخطايا. اللي عنده محبة بيستر، لكن اللي ما عندوش محبة وعنده إدانة دايما يفضح اللي قدامه. وده اللي كان حاصل مع الكتبة والفريسيين، مش فارق معاهم المرأة شعورها ايه، مكسورة ولا مهانة، لكن اهم حاجة ان هم كانوا بيجربوا المسيح، عايزين يوقعوه في الغلط وان يمسكوا عليه غلطة. نرجع تاني نلاقي ان المسيح لما جه بيرد عليهم قال لهم كده من كان منكم بلا خطية فليرميها اولا بحجر. فهم ابتدوا ان هم يتكسفوا عن نفسهم ويرجعوا، ونلاقي المسيح بينحني ويوطي على الأرض ويبتدي يكتب على الأرض. الآباء محدش قال لنا ان هو كتب ايه، لكن هو بنزلته ديت للأرض عايز يقول لنا ان انا خجلان. وزي ما الإنسان ما خذلني في الأول وخرج واطرد من الجنة، كمان الخطية بتخليكوا تبعدوا عني، لكن أنا هنزل للأرض وهرفعكم. هو نزل للمرأة ورفعها.
نلاقي بعد كده ان هم ابتدوا ان هم يمشوا، لان هم لقوا ان بحكمة المسيح هم هيتفضحوا وهينكشفوا. ونلاقي بعد دقايق كده كل الجمع اللي كان موجود ابتدى ان هو يتحرك ويمشوا. الناس اللي كانت متعاطفة مع المرأة ابتدوا ان هم يعملوا ايه؟ بيطمنوا عليها، ولما لقوا المسيح الحنين اطمنوا عليها، ابتدوا ان هم يمشوا ويسيبوها في ايد المسيح المليان بالحنان والغفران والرحمة. نلاقي المرأة كانت بتموت من الرعب قبل الكلام ده كله، وكانت منتظرة إصدار حكم الموت. لما نيجي نشوف كده واحد اتحكم عليه بالموت وهو قاعد معلش لابس الجلابية أو البدلة الحمراء ومستني لحظة تنفيذ الحكم، الشخص ده بيموت في كل لحظة، بيموت في كل دقيقة. هي كانت في اللحظة ديت وعيشاها، أنا مستنية إن هي تسمع كلمة ترجم، هتموت هتنتهي. لكن بحنان المسيح وغفرانه ومحبته إداها رجاء وإداها حياة جديدة، إداها حياة جديدة وطمنها. وابتدت هي كمان تطمن ان المسيح مش هيأذيها، ده بل بالعكس ده هو هيقومها وهيخليها تمشي في السلام. يجي المسيح كده يكلمها ويقول لها: اين هم اولئك المشتكون عليك؟ اما دانك احد؟ فترد وهي وشها في الارض وتقول: لا احد يا سيد. نلاقي المسيح لما جه بيكلمها بيقول لها يا امراه، كانت كلمه امراه زمان كلمه احترام، ابتدى ان هي كانت مهانه من الكتبه والفريسيين، والمسيح بيحترمها بيرفعها. العذراء مريم في عرس قانا الجليل قال لها ايه؟ تمام، ما لي ولك يا امرأة لم تأتي ساعتي بعد. وهي كانت شايلة الجميل للمسيح وقالت له: لا أحد يا سيد. احترام قدام احترام. فنلاقي المسيح قال لها ايه؟ ولا أنا أدينك، اذهبي ولا تخطئي أيضا. الآية ديت عايزين ناخدها النهاردة كده هوت شعار لينا نحفظها: ولا أنا أدينك، اذهبي ولا تخطئي أيضا. كل واحد فينا دلوقتي يقول الآية دي لنفسه، أنا هقولها لنفسي، هقول: ولا أنا أدينك. ربنا بيقول لي: ولا أنا أدينك، اذهب ولا تخطئ أيضا. لقيها يوحنا 8 آية 11، دي آية النهاردة اللي هنخرج بيها من الكلمة: ولا أنا أدينك، اذهبي ولا تخطئي أيضا. رحمة كبيرة. وفي اللحظة ديت حست بالسعادة، بالفرحة الكبيرة، حست إن خطاياها كلها اللي كانت شايلاها، اللي كانت مخلياها في خزي وفي عار وفي هوان، المسيح برحمته وبغفرانه اللي ادهولها حول الخطية لطهر ونقاء. هو دوت يسوع اللي لما اسمع عنه بالحقيقة هو المسيح المخلص. بنلاقي المسيح نزل للأرض وسند المرأة
الخاطئة ورفعها وخلصها. احنا كمان المسيح نزل من سمائه ومن عرشه ومجده للأرض وسندنا بالصليب ورفعنا وخلصنا. واحنا بكرة يبقى في عشية عيد الصليب، لما نحضر العشية ونحضر يوم الحد عيد الصليب نفتكر المرأة الخاطية ديت، المرأة الزانية ديت، المسيح نزل علشان يرفعها من ذلها والهوان اللي هي كانت فيه ويسندها بالخلاص اللي هيدهولنا بالصليب. احنا كلنا كده، المسيح نزل وتعب ونزل للأرض وتهان وتحمل الألام. ليه؟ علشان يرفعنا ويدينا مجد وكرامة. وهنوصل كده برضو لآية جميلة في النهضة اللي احنا بنحضرها، بيقول لنا كده في مزمور 119: اسندني فأخلص وأراعي فرائضك دائما. كلمة ربنا تبقى قدامي، لما أنا أحفظ كلمة ربنا جوايا ربنا يسندني، ربنا يديني الخلاص، ربنا يقومني، ربنا يشفيني من الخطية. لما ربنا بيتعامل مع خطايانا مش بياخد موقف الكتبة والفريسيين. نلاقي الكتبة والفريسيين كانوا واخدين موقف الصارم المتشدد، عايزين ان هم ينفذوا حكم موت على واحدة ضعيفة، حكم مش عادل. لما اجي ان انا احكم يبقى لازم احكم بالعدل، يبقى كنت احكم على المرأة الضعيفة ديت والشخص اللي كان معاها، لكن دي تبين لنا ان دي كانت مؤامرة منهم، تجربة للمسيح. ونلاقي المسيح دايما مش بيمسك سيف وبيعاقب بيه، لكن بيستخدم حاجة جميلة جدا، المحبة والغفران. لما نيجي كده نركز في قداس الغرغوري نلاقي أبونا يقول لنا إيه. أبونا يقول كده: لأنك أنت هو الله الرحوم الذي لا يشاء موت الخاطي مثلما يرجع ويحيا، ردنا يا الله إلى خلاصك واصنع معنا كصلاحك، يا من يصنع أكثر مما نسأل أو نفهم. ربنا دايما هو يحب ان هو يعالج مش يموت، يحب ان هو يرجع الإنسان مش ينهيه مش يكسره. المرأة السامرية نلاقي ان هو اخد ودة معاها لغاية لما كسبها ورجعها. برضو المرأة الزانية المسيح اخد وادى معاها وبحكمته وبرحمته ومحبته سندها وخلصها وكسبها ليه. صح؟ نلاقي كده هو احنا في الليتورجية وفي القداس نقول كده هو ايه: كرحمتك يا رب وليس كخطيانا. لو احنا ربنا وقف لنا على الوحدة وعلى الخطايا اللي احنا بنعملها محدش فينا هيعدي. لما تيجوا كده تحضروا كده هو الانديل، صلوات الانديل، ركزوا كده في الكلام اللي ابونا بيقوله، نقعد نطلب من ربنا الرحمة والغفران، انه يغفر لنا في كل وقت، ان هو يسامحنا ويقومنا
من مرض الخطية والمرض الجسداني. ربنا يدينا ان احنا نوصل للمسيح وان احنا نرمي نفسنا تحت رجليه وتحت الصليب، ويبقى سجودنا ليه هو خضوع لربنا، توبة بنقدمها، توبة نقية نقدمها لربنا علشان ربنا يسندنا ويحوط علينا ويدينا الغفران من عنده. ونقول كده هو الآية اللي احنا اخدناها النهاردة: ولا انا ودينك اذهبي. اسمعها منكم كده اخر مرة وبعد كده هو هنختم: ولا انا اذهبي ولا تخطئي. ربنا يديكم البركة والنعمة ويسندكم ويحافظ عليكم ويديكم البركة والنعمة ويديكم الخلاص والرحمة والمحبة والغفران من عنده. ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.